كابتن هشام عبد المنعم المدرب العام لمنتخب الشباب، تحياتي ليك يا كابتن هشام. تحياتي لحضرتك يا كابتن اسامه، وتحياتي للكابتن حسين شكري والكابتن كريم عادل. بيسلموا عليك كتير. وقول لنا بقى، يعني في الاول بنبارك لك طبعا على اداء رائع ونتيجه امام الجزائر في افتتاح بطوله كاس العرب، التعادل امام السعوديه 2-2. بكره ان شاء الله لقاء منتخب مصر مع فلسطين، اخر الاستعدادات. والله طبعا ابلغك تحيات البعثه كلها والكابتن ربيع والجهاز الفني والمنتخب ان شاء الله. يعني احنا الحمد لله يمكن قفلنا صفحه بعد ماتش السعوديه، قفلنا صفحه ومن ثاني يوم بدانا نعمل طبعا في مجموعه استشفاء وفي مجموعه تدريب، والنهارده برضه اتمرنا التمرين النهائي. بكره ان شاء الله والكابتن حاليا يمكن في محاضره مع اللاعبين، كان قبل كده برضه قاعد معاهم الدكتور جمال محمد علي رئيس البعثه، والحمد لله يعني المعنويات كويسه، وان شاء الله بكره باذن الله ربنا يكرم كده ويوفقنا كده ونكسب المباراه وان شاء الله برضو نتاهل اول مجموعه باذن الله. ان شاء الله المباراه بكره الساعه كام يا كابتن هشام مع منتخب فلسطين؟ المباراه الساعه 3:30 بتوقيت السعوديه، 2:30 بتوقيت القاهره كابتن اسامه. 3:30 بتوقيت القاهره. منتخب فلسطين منتخب فلسطين لم يفز في اي مباراه من خلال يعني من بدايه البطوله. منتخب فلسطين ممكن يكون يعني منتخب في المتناول ان شاء الله نقدر نفوز، ممكن يكون في تعديل في التشكيل بكره، ناس ما خدتش فرص تاخد فرص بكره، ولا برضه كابتن ربيع برضه هيبدا بالتشكيله الرئيسيه والمباراه برضه هياخدها بشكل كبير وشكل جدي؟ لا والله احنا يمكن واخدين المباراه برضه، يمكن عملنا التغيير يمكن في 2 لعيبه فقط، لان برضه منتخب فلسطين كابتن اسامه هو يمكن اول مباراه ما كانش معاه حوالي اكتر من 7-8 لاعبين ما جوش معاه الماتش الاولاني اللي هو بتاع السعوديه، عشان كده كانت الهزيمه تقيله شويه 4-0، لكن لما يمكن ادخل العناصر الاساسيه بتاعته كان المباراه كانت لعب ماتش مع الجزائر، يمكن الجزائر تسجل بصعوبه 1-0. لكن احنا طبعا انت عارف ما فيش ماتش سهل وماتش صعب، احنا برضو الماتشات السهله دي ممكن تخوف اكتر يعني، لكن هم مش باكين على حاجه يعني، لكن احنا يبقى في برضه ان شاء الله نحاول باذن الله ناخد الامور بكل جديه، وعشان كده ما حصلش تغيير كتير في التشكيل يعني. يعني بكره ان شاء الله واخدين المباراه بشكل جدي وشكل قوي، يعني كل اللعيبه الاساسيه موجوده بكره باستثناء 2 لعيبه. طبعا لان حضرتك برضه مباراه السعوديه والجزائر برضه فيها حسابات، يعني فيها اكثر من حسابات، يعني مين ممكن تلاقيها لسه في موجوده في الاولى والسعوديه برضه، فلازم ان شاء الله باذن الله المباراه ناخدها بكل جديه ان شاء الله. في استفاده كبيره فنيه من البطوله دي وكسب للعيبه خبرات وايضا الجهاز الفني للوقوف على التشكيله الرئيسيه يا كابتن هشام؟ طبعا يا كابتن اسامه يمكن البطوله بصراحه تنظيم على اعلى مستوى، يمكن الاتحاد العربي برضه حاجه جميله يعني منظم بطوله من 16 دوله على 4 مجموعات، يعني بصراحه التنظيم على مستوى عالي، واغلب الدول برضه موجوده دول قويه وفيها استفاده كتير، يعني لان احنا برضه في لعيبه يمكن حوالي اكثر من 5-6 لعيبه اساسيين. يمكن الكابتن ربيع ما حبش يجيبهم معانا برضه عشان يمكن ما تشوفش كل اوراقه في البطوله. وبرضه هم بيستفيدوا بيلعبوا في الدوري الممتاز مع انديتهم. فيمكن برضه احنا في اكثر من عنصر بنستفيد منه، او اكثر من لاعب برضه مدينه له فرصه في البطوله دي، علشان برضه عندنا البديل يكون برضه لعيبه على اعلى مستوى ان شاء الله. كويس. اول مباراه رسميه ان شاء الله هتكون في شهر كام؟ والله يا كابتن اسامه ان شاء الله تقريبا في شهر 10 او 11، لسه ما اتحددتش بالتحديد يعني، لان نظام البطوله السنه دي يا كابتن اسامه اتغير، يعني هم الاول كان بيبقى فيه دورين تمهيديين مع دول من يعني المستوى الثالث في افريقيا، لكن حاليا عملوا نظام الزون. هتبقى مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب. ودي طبعا هتبقى في احدى الدول تقريبا، احتمال لتونس ولا الجزائر اللي هم قدموا لغايه الان يعني. ان شاء الله بقى يعني وصل بقى تحياتنا للكابتن ربيع ياسين، نتمنى له ان شاء الله التوفيق وكل البعثه ان شاء الله وترجعوا بكاس البطوله ويكون في استفاده فنيه. بنشكر الكابتن هشام عبد المنعم المدرب العام لمنتخب الشباب اللي دلوقتي بيلعبوا بطوله كاس العرب في المملكه العربيه السعوديه.